طيب ده مشروع احمد عاطف تقريبا. انت المفروض ان انت يا احمد عندك الـ الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو الفورم اللي هو على بوليجون مضاعف اس. ها، وانا مش عارفة انت ليه بوظت النسبة هنا. انا قلت ايه، ان انت تاخد الاس دي يا اما تستخدم مبدأ التكرارية، مبدأ التكرارية، بحيث ان انت تاخد الكتلة دي مرة اتنين تلاتة في الأرض بطريقة الرص دي، إن أنت تاخد أدي كتلة زيها عكسها يعني بترد عليها، وواحدة كمان أصغر لو احتجت، اللي هي بقية الكتل الإدارة والترفيه والكلام ده كله. فأنت اختزلتهم في واحدة كبيرة فقط، والتانية برضو ما كانتش كاملة. فلا، أنت هتاخد الحرف الإس ده 3 مرات أقل حاجة لعناصر المشروع كلها، وكمان بالإضافة ان انت هتحل بقى بالطريقة ان احنا برضو نفس ما اتفقنا ان احنا مش عايزين زوايا هنا. يعني انت عندك كل البتوين ده خالص ده مقفول، تعالج الزاوية. لو هتحل الشرايط السكنية زي ما انت عاملها كده إشعاعية ماشي، ما فيش مشكلة، بس تستغل الزوايا دي. مفيش زوايا حادة خالص عندك، راجع كده اللي انت عامله هتلاقي عندك زوايا حادة كتير جدا موجودة. لا، الزوايا دي لازم تتقفل، تتقفل كلها، وتكمل بقية الغرف بالشكل ده زي ما احنا ايه متفقين. والبلاتفورم ده يتحل. يعني احنا مش بنعمل السكني ده علشان في الاخر الاقي ان ده فاضي، لا، انت بتكمل. لو هتاخد ده يعني ده ادي مثلا، ادي الكلام ده انت عملته هنا، هتاخد الاشعاع ده مثلا الناحية التانية، كمل السكن يعني، وتحللنا بقى البلاتفورم ده. بيتحل برضو حاجات تانية، خدمات للطلبة، أماكن تجمع، معرفش ايه. لازم نحل الايه البلاتفورم، بالإضافة ان انت لازم تكمل باقي الكتل وباقي الرص العناصر في الأرض، ونحط الأرض ونسكن العناصر دي يا أحمد. والمشروع مش كتلتين بس، لا، انت عندك طبعا كذا حاجة. انا عارفة انت بتقول ده السكني بس، احنا المفروض بنحل كل حاجة. انا عايزة اشوف صورة كاملة عشان اقدر اديك كومنتس على كل حاجة مرة واحدة.